عجبني قوي كان كلب صغير ده ما ينفعش يبقى متمرن ولا اي حاجه. مش عايزه برضو احرق الفيلم قوي بس كان هما الاثنين واقعين على الارض فالكلب الصغير جري وعينه هو غرقان في دمه وهو باين عليه ان هو موجوع اكتر بس الكلب الصغير جري ما عملش اي حاجه يا سيدي رجب ده حقيقي ما حدش وجهه ولا محطوط في الشط لا بس في النهايه بس اداء الفرد طبعا بس ده عشان عنده علاقه مع سيد رجب عشت معاهم فتره طويله واكلتهم ولعبت معاهم وانا اساسا بحب الحيوانات فكان لطيف انما طبعا كان في مشاكل يعني كلب مثلا مش عايز يجي خلاص يعني الموضوع لازم بنعيد مره واثنين وثلاثه وبتاع وحاجات كده انما في النهايه علشان تتعمل حاجه زي العلاقه اللي بين الحيوانات لازم تعملي معاهم علاقه يعني لازم يحصل فيها جزء حقيقي اتجنن لما شافه على الارض اتجنن هو كان خايف بجد كان خايف بجد كل ده ولا في الشوت ولا المفروض هيتصور كده ولا اي حاجه رزق هي مش بس لانها كتبت في التتر انما في التتر انما كمان لان احنا عرفنا من كواليس التصوير انه كان الكرو كله والتعامل كله مع كل الحيوانات الموجوده كان برفق شديد جدا 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 وده كان يعني الشاهدين على التصوير قالوا ده كان في بنتين من مساعدين الاخراج كان مهتمين بالكلاب وباكلهم و اكتر من كان حاجه لطيفه يا ما اهتموش بيه بس هو الغريب انه كل مش يعني اللي مش متكرر دايما لما بقى فيه حيوانات في اي فيلم تبقى حيوانات مدربه انتوا دول كانوا فعلا كلاب شارع مش كلهم لا مش كلهم يعني. كان فيهم مدرب وفيهم مش مدرب يعني عنتر كان مدرب اعتقد الى حد ما الى حد ما مش تدريب مدرب يعني عالي. تعالى روح يا يعني مثلا ويعيد المشهد يا استاذ سيد نعم يعيد المشهد يعيد المشهد بمزاجه بمزاجه عنتر بمزاجه ساعات المشهد ما يعجبوش ساعات يبقى كويس عنتر ما كانش كويس مش عايز يعني انتوا كلكم جاهزين انما هو عنتر مش مستعد بالظبط كده خلينا نشوف الميكنج للفيلم كنتوا بتصوروا في الزمالك مصر الجديدة مصر الجديدة بس انا حسيت ان الفيلا كده في زمالك مهندسين قديمه تجمع تجمع في الاوف ليه مش انا ممكن ابقى اطلع ولا كمان بص انا هنا ده لما كان هو انا اقول لك يكون عشان انت ماشي يلا بينا ده يلا لا احنا محتاجين نشربها يا جماعه عايزين نشرب طوح انت اكلت ماشي خلاص نشرب طوح ايه عشان يقفوا انا حاطط لهم ميه فوق شربين طب طيب معايا ابو عبدو بس انت معلش معلش اجي طوح خلاص طب يلا ممكن ورا سنة دور الهندسة ستة واربعين واحد رابع مرة مرد اد اكشن اتمنى كل واحد فيكم يحكي لي عن علاقته بالحيوانات ممكن تبقى علاقه لطيفه وممكن تبقى علاقه فيها فوبيا او مشكله ما او حتى في الطفوله انا اللي عندي حيوانات في البيت يعني قصدي مش بالضروره مش كل الناس احنا اللوكيشن كان فيه حيوانات اكتر مننا احنا بس ممثلين الفيلم لا انا فعلا بفكر في التفكير دوت لو ممثل وجاله دور كده وعنده فعلا فوبيا هيبقى الموضوع فعلا بس مشكلة. احمد كان حريص انه ينقي ممثلين عندهم علاقه انا ما اعتقد هيرفض يعني انت فاهم صعوبه الموضوع انك عندك فوبيا انت حيوانات ايه ربيتها يا استاذ سيد ربيت كلاب وقطط حضرتك من وانا صغير وابويا كان عنده كلب و
وانا كبرت على كده. وبعدين من بعد ما كبرت بقى عندي كلاب، كان عندي كلبين في دهشور، وحصل حرامية نطوا من القصور وموتوهم وبتاع وحاجات كده، ويعني وعندي توتا وعندي لولي وعندي دلوقتي كراميل، كنت مسميها كراميلا، وبعدين اتضح ان هي ولد فمسميه دلوقتي كراميل بقى. انت الحنيه وخلاص مش مهم بقى. وبغلط والله يعني ساعات اقول له كراميلا وبعدين بقى شكله ولد كبر يعني بقى بيكون على خاطره. فكراميل فعلا لقيته في الشارع وعاش معايا ودلوقتي بقى حاجه جميله. ناهد كلبين وبغبغان وكلاب الشارع وقطط الشارع بقى اللي حواليا بلاقيهم بربيهم. احمد حاليا ما عنديش للاسف. لا علاقتك بيهم ايه يعني من الصغر؟ محب جدا جدا من وانا عندي 4 سنين او 5 سنين وانا بترجاهم في البيت بابا رحمه الله عليه ان انا عاوز كلب. فمش هينفع يا حبيبي نجيب كلب، طب انا عاوز كلب، طب هجيب لك كتاكيت. فجاب لي 11 كتكوت فلونتهم واحد واحد وسميتهم واحد واحد وبتعامل معهم على انهم الكلب بتاعي وبيجروا وراي في البيت كل التفاصيل لحد ما كلهم ماتوا واحد ورا الثاني. اتاكلوا ولا ماتوا واحد ورا الثاني؟ في منهم حوالي 3 اتاكلوا فعلا. حدايه كنت بخرجهم في الشمس عشان يتشمسوا كده، فالحدايه جت ترجع ما تلاقيهمش. وجبت بعد كده عصافير وطاروا، وبعد كده جبت يعني حوالي 3 أو 4 كلاب على فترات مختلفه، بس كلهم لاسباب مختلفه بينتهي بيهم ما بيعمروش. يعني كان في لما قال كتاكيت افتكرت ان انا وانا صغيره كنت دايما بتحال على اهلي انا عايزه قطط، فيقول لي طب كتاكيت، فكنت برضو بيموتوا مني لاني كنت بقوم احميهم لانه ريحتهم مش عجباني. وبعدين توقفت عن حمى الكتاكيت. تجارب الطفوله المؤلمه رهيبه، الجرائم الصغيره مش معقول يعني بحاول اسامح نفسي. وبعدين القطط بقى في حياتي طول الوقت، يعني نفسي اربي كلب بس مسؤوليه كبيره قوي قوي وانا مش هقدر عليها دلوقتي، مستنيه ابني يكبر وبعدين اجيب كلب. يعني انتوا كلكم يعني الفيلم لامم مجموعه بعيد عنك. ده اخذوا السي في بتاعتكم، اخذوا السي في. مجموعه جميله يعني. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.